تطورات سريعة وخطيرة في الأراضي المحتلة لا تبشر بالخير. نتنياهو يعلن إطباق الحصار على محافظة خان يونس وبدء الاستعداد لدخول مدينة رفح. ومصر تبلغ إسرائيل رسمياً أنها سوف تسحب السفير وتقطع العلاقات. مدينة خان يونس جنوب غزة هي آخر محافظة قبل محافظة رفح الفلسطينية الحدودية مع مصر. اجتياح رفح كارثة بكل المقاييس، لأن رفح حالياً مكدس فيها أكثر من 1.5 مليون نازح، لدرجة أن خيام النازحين أصبحت ملاصقة للجدار العازل مع مصر. وفي حالة اجتياح رفح لن يكون هناك أي مهرب للنازحين إلا معبر رفح الحدودي مع مصر ودخول الحدود المصرية. أمريكا استبقت الخطوة دي بتأمين إسرائيل عسكرياً في أقوى جسر جوي لم يصل تل أبيب من أيام حرب أكتوبر. عشرات الطائرات المتقدمة من طراز F-35 وF-15 وأباتشي وصلت إسرائيل الأيام القليلة الماضية، وما فيش أي تفسير للصفقة دي غير إنها محاولة لتهديد مصر لمنعها من التصدي عسكرياً للمخطط الشيطاني لتنفيذ التهجير. مصر أبلغت إسرائيل رسمياً في وقت سابق إنه مع بدء موجات التهجير سوف يتم سحب السفير المصري وقطع العلاقات بما فيها معاهدة السلام، وسيكون لمصر الحق الكامل في الدفاع عن حدودها وأرضها دون أي اعتبارات. والستريت جورنال نشرت تقرير جديد أمس إن مصر بتفكر جدياً في سحب السفير وقطع العلاقات، وإن صبر مصر اقترب على الانتهاء، خصوصاً بعد ما محامي الكيان في محكمة العدل الدولية اتهم مصر بالباطل إن هي اللي بتعرقل دخول المساعدات. وبمناسبة المساعدات، علشان تعرفوا إن العدو الحقيقي مش إسرائيل ولكن اللي مشغل إسرائيل وعلى رأسهم أمريكا، أمريكا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية قرروا وقف تمويل منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة والمختصة بدعم النازحين إنسانياً داخل قطاع غزة، بزعم إن بعض أعضائها منتمين لحماس. الخبر ده بيكشف لك مين اللي بيحاصر القطاع ومين اللي بيجوع أهلها. إسرائيل مجرد منفذ لأجندة الغرب، وأي خلاف ظاهري بينهم هو مجرد توزيع أدوار ولها أهداف انتخابية، ولكن في واقع الأمر إسرائيل مجرد قطعة شطرنج، مجرد كيان وظيف، أو الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية. خد بالك، مصر كمان ردت على الخطوات الإسرائيلية دي على الأرض. تحريك الدبابات والمعدات المصرية إلى الحدود مع إسرائيل مع غزة هو إنذار أقوى من 1000 كلمة. إنذار بيقول أنا جاهز للمواجهة، أنا مستعد لأي احتمال، لو أنت تجاوزت الخطوط الحمراء أنا قادر أني أصدك وأتصدى ليك وأواجهك في أي لحظة. النهاردة قوات الدفاع الجوي المصرية بتعمل في كل سيناء وحتى داخل قطاع غزة. هتقول لي عرفت منين الكلام ده؟ هقول لك من خبرين. الخبر الأول، لما الدفاع الجوي المصري أسقط المسيرات على الحدود قرب مدينة دهب. والخبر الثاني، لما مصر أعلنت خلال الهدنة إنها بتراقب حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، والمراقبة دي بتكون بالرادارات التابعة للدفاع الجوي. فده معناه أولا إن اتفاقية كامب ديفيد لا تمنعنا من حماية أمننا القومي. ثانيا، إننا بالفعل في حالة جهوزية واستعداد كامل إن قطاع غزة يكون مسرح عمليات للجيش المصري في أي لحظة لو تطلب الأمر واتهورت إسرائيل. اتهورت بقى وفكرت تدخل محور فيلادلفيا، اتهورت وضربت جنوب قطاع غزة ورفح لإجبار النازحين هناك على عبور الحدود، اتهورت وضربت أجزاء من الجدار العازل بين مصر وغزة لعمل ثغرات لفتح غزة على سيناء. احنا جاهزين لكل السيناريوهات، مش بالكلام، لأ، على الأرض بالسلاح والقوات والآليات، مش بس اللي ظاهر قدامك، لأ كمان اللي مش ظاهر واللي هتتفاجئ بيها واللي مش ممكن تتصورها أبدا. وهنا برضو عاوز أشير لحاجة مهمة قوي، حطها حلقة في ودنا. مفيش خوف على مصر عسكري. أسلحتنا بأي باحث عسكري مبتدئ لما يدق في قدرات الجيش المصري يتأكد إنه محدش يقدر يمس حدودنا ولا أمننا. مش لو بنحارب إسرائيل، لأ، لو بنحارب عدوان خماس. لدينا من القدرات والإمكانيات ما يمكننا من إنفاذ إرادتنا وحماية أرضنا، وأنا مش قلقان من الناحية دي خالص. لكن أنا قلقي عليكم أنتوا، على الجبهة الداخلية، قلقي اقتصادي، قلقي من الحرب الاقتصادية اللي بدأت من يوم ما قلنا لأ للتهجير. إحنا بالفعل في حصار اقتصادي مكتمل الأركان، وكلنا شايفين الدولار وصل كام. هم عاملين علينا كماشة اقتصادية لضرب كل موارد الدولة الدولارية اللي بدأت تسمع في السوق بالفعل. أولاً تفجير جنوب البحر الأحمر مع سبق الإصرار والترصد، واللي أدى لانهيار إيرادات قناة السويس أهم مصدر سيادي للدولار في مصر.
وأدى لعزل مصر عن آسيا تجاريا، بمعنى ارتفاع فاتورة الواردات من آسيا خصوصا الصين أو الهند وكل دول آسيا عموما، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن لأضعاف ما مثل ضغط إضافي على الدولار، بخلاف انخفاض الصادرات المصرية لآسيا لنفس الأسباب ما مثل انخفاض في الحصيلة الدولارية للدولة، بخلاف انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى أجل غير مسمى بسبب مشاريعه اللي توقفت بسبب الأزمة إلى إشعار آخر. يعني تفجير البحر الأحمر لوحده أدى إلى انخفاض إيراد قناة السويس وانخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي وارتفاع فاتورة الواردات. ومش محتاج أقول لكم أنه في اللحظة التي تقبل فيها مصر بالتهجير سيتوقف ما يحدث في جنوب البحر الأحمر فور. المحور الثاني من الحصار الاقتصادي هو توجيه مؤسسات المال الدولية المهيمن عليها أمريكا بإصدار تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري لتخويف المستثمرين من الاستثمار في مصر. سواء مودز أو مورجان كلهم مؤسسات بتشتغل تحت أمر نفس المعسكر اللي مسيطر على محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. المحور الثالث سحب الأموال الساخنة أو السائلة من السوق المصري بالأمر المباشر، ودي الأموال اللي كان بيتم استثمارها في أذون الخزانة المصرية وكانت بتعمل على تخفيف الضغط على الدولار في السوق المصري. المحور الرابع استمرار رفع الفايدة في الفيدرالي الأمريكي. صحيح الهدف مش مصر لوحدها، ولكن مصر متأثرة بشكل مباشر بسبب تفضيل المستثمرين على وضع أموالهم بالفايدة العالية دي اللي وصلت ل 55% في البنوك الأمريكية دون أي مخاطر مقابل أنهم يستثمروا في مصر. لو بدأت الحرب إحنا لها، لكن هيكون ليها فاتورة اقتصادية في ظل حصار اقتصادي، فلازم تبقى واعي وفاهم إيه اللي بيدور حواليه. هما بيرهنوا على حاجتين من الحصار الاقتصادي ده. الأول هو عدم تحملكم وعدم صمودكم واستسلامكم قدام المؤامرة، وإنك توصل للدرجة اللي تضغط فيها على القيادة علشان تستسلم وتقولوا ماله ما نقبل التهجير بس الأسعار تنزل شوية. الرهان التاني إنه مش كل الناس واعية ومدركة للي بتتعرض ليه أنت النهاردة، وهتتهم الحكومة بالفشل والتقصير وسوء الإدارة، فتكون النتيجة إنها تحط القيادة المصرية تحت ضغط فقدان الظهير الشعبي وسيناريوهات الفوضى، فتضطر من وجهة نظرهم للخضوع. عشان كده الحرب مش هي حرب على الجيش المصري ولا حرب على السيسي، هي حرب على الشعب المصري، حرب عليك انت واللي بيحارب وبيتحارب هو الشعب المصري، ونجاتنا مرهونة بصمودك انت وتحملك انت ووعيك انت بحجم المؤامرة وأبعادها. احنا بنتعرض لحصار اقتصادي مكتمل الأركان أدى لأزمة سيولة لأسباب خارجية وليست أزمة اقتصادية داخلية، والأسباب دي واضحة للأعمى، ولو جبت كل خبراء الاقتصاد في العالم في ظل الحصار ده مفيش حاجة هتتغير. عشان كده انتصارنا في الحرب دي بيبدأ بوعيك بالمؤامرة وإدراكك للفخ اللي معمول ليك علشان تنفذ أجندة عدوك. لحظة سقوط مصر هي لحظة تصديق المصريين للفخ ده، وبدل ما تدعم بلدك وقيادتك وتقف وراها وتدعمها وهي بتحارب عدوك، تخدم عدوك بمحاربتك لبلدك وحرمان بلدك من دعمك ليها. للأسف المشهد صعب وما تتعرض له الدولة المصرية من ضغوط غير مسبوق. المشهد ده بيلزمه أقصى درجات الوعي والانتباه والاصطفاف. عشان كده الخطر الحقيقي مش من بره ولكن من جوه، الجبهة الداخلية، محاولة تلبيس الحق بالباطل وتجاهل هذا الحريق الذي يحاصرنا من كل الاتجاه وتأثيره السلبي على حياتنا لإثارة غضبك والمتجرى بيك كوقود لسيناريوهات الفوضى لتحقيق أجندة عدوك دون أن تدري. والضمانة الوحيدة للنجاة هي وعيك وإدراكك لحقيقة ما نمر به من عدوان وخطر وجودي يمكن لم يحدث بهذا الشكل من عام 1840. ولكن غاب عن كل هؤلاء أن مصر غير قابلة للكسر. قد نضر قليلا أو نقع في فخ وله تداعيات وعواقب، لكن النجاة منه حتمية، وإن مصر قد تتعثر في جولة لكنها تربح على النفس الطويل. إحنا في حرب، واللي بيحارب فيها حاليا مش الجيش، اللي بيحارب فيها الشعب. الحرب النهاردة مش حرب جيوش وبس، ولكن حرب اقتصاد وحرب نفسية ومعنويات وشائعات. أنت مقاوم آخر الزمان، أنت مجاهد آخر الزمان، دورك تحافظ على نقاء وطنيتك وسلامة روحك وصحة عقلك وحبك لبلدك وإخلاصك لوطنك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.